التغيير لن يتم الا بقيادات امنت في الله فاعطاها ربنا سبحانه وتعالى مزيدا من القدره على العمل والعطاء. وبالتالي بارحب بزملائي نواب محافظه التقاليه ومحافظه دمياط وعلى راسهم النائب محمد الحسن. هؤلاء النواب الذين تحملوا معي امانه قيادة الحزب في محافظة التقالية لهم كل التحية والتقدير والشكر الكبير. هناك حزب قادم يعمل من أجلك ومن أجل خدمتك هو حزب مستقبل الوطن. فشكرا للأمانة العامة لمحافظة التقالية أعضاها فردا فردا لهم مني كل الشكر والتقدير.